بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا، قولوا أمين. كتير من حضراتكم بعتين بيسألوا على لمين نخرج الزكاة. خلينا نقول بداية إن في فرق بين الزكاة والصدقة. الزكاة فرض والصدقة نفل أو تطوع. الزكاة يأثم تاركها، بينما الصدقة لا يأثم تاركها. الزكاة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، ولتارك الزكاة عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. لكن الصدقة إن فعلتها فهي خير، فهي لك يوم القيامة برهان وضياء ونور. وسبق وقلنا مرارا وتكرارا ان الحاجة الوحيدة اللي الميت يتمنى يرجع عشان يعملها، زي ما حكى القرآن الكريم، ربنا قال كده: فأصدق وأكن من الصالحين. عشان ما طولش عليكم، الزكاة لمين أديها؟ ربنا سبحانه وتعالى حدد 8 أصناف في سورة التوبة. 8 أصناف في سورة التوبة، اسمع كده قبل ما اشرحهم لك. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال في القرآن الكريم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. واحد يقول استنى، انت هتتكلم عن الزكاة ولا الصدقة؟ ده ربنا بيقول انما الصدقات. اقول لك ايوه، خلي بالك ان كلمة الصدقة في القرآن تطلق ويراد بها الزكاة. طب ايه اللي عرفنا ان دي ان المراد بها الزكاة؟ ان ربنا في نهاية الآية قال فريضة من الله. تعالوا نرجع للآية بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة: انما الصدقات، يعني الزكاة الواجبة، سواء كانت زكاة مال او زكاة زروع وثمار او زكاة حلي او زكاة عروض التجارة. الفقراء، من الفقير؟ الذي لا يجد قوت يومه. خلي بالك، الفقير الذي لا يجد قوت يومه. طب فان وجد قوت يومه ما بقاش فقير، خرج من دائرة الفقر الى دائرة المسكين. المسكين هو الذي يجد قوت يومه لكنه لا يدري ماذا يأكل غدا. أظن لو إحنا طبقنا المبدأ ده علينا النهاردة فالحمد لله، لبنا فقرة ولبنا مساكين، لكنها نسأل الله السلامة دناءة النفس. يعني كل واحد فينا تلاقي في بيته اللي يكفيه، مش عايز أقول شهرين وتلاتة، خلينا أقول أسبوع، ومع ذلك هو يشكو الحاجة ويشكو الفقر. واعلموا أن من شكى الفقر أفقره الله، ومن شكر الله على كل حال زاده الله، لأن هذا عهد الله في القرآن. قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى خلصنا الفقراء والمساكين. يجي بعد كده الصنف الثالث: والعاملين عليها. مين العاملين عليها؟ أئمة المساجد؟ لا. عمال المساجد؟ لا. أعضاء مجلس الإدارة بتوع الجمعيات؟ لا. أمال مين العاملين عليها؟ زمان كان أمراء المؤمنين وكان الحكام بيوظفوا ناس مهمتها إن هي تجمع الزكاة. تروح مرة واتنين تقول لك يا شيخ محمد عليك زكاة، ولو أنت منعت الزكاة ترفع أمرك للقاضي. خلي بالك، فده كان بيتعب وكان بيستهلك جهد ومحبوس في وقته عليك أنت من أجل إخراج الزكاة. فالإسلام قال له نصيب من هذه الأموال التي يجمعها. خلي بالك، طب النهاردة مفيش. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تقول لي أنا عضو مجلس إدارة في جمعية أقول لك متطوع، ولكن هتيجي تأكل من أموال المسلمين يبقى بتأكل سحت وبتأكل حرام. بعد كده ننتقل للسهم اللي بعد كده اللي ربنا قال: والمؤلفة قلوبهم. مين المؤلفة قلوبهم دول؟ الناس
اللي كانوا بيخشوا الإسلام جديد، فكان يديهم الإسلام علشان يؤلف قلوبهم للإسلام. وخد بالك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أعطى المؤلف قلوبهم، وغضب شباب الأنصار وقال: أعطى لمن لم تجف سيوفنا من دمائهم بعد. سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأرضاه أبطل هذا السهم منذ عهد أبي بكر الصديق. سيدنا أبو بكر كان كتب ورقة أو شيك بالمفهوم بتاعنا، فراح الرجل يصرفه، وكان وزير المالية في العهد ده سيدنا عمر، فقال له: ليه أنت جاي تاخد من بيت مال المسلمين ليه؟ قال له: من مؤلفة قلوبهم. قال له: والله الكلام ده ما يلزمناش، اللي عايز يقعد في الإسلام على عينه عرسنا، واللي مش عايز يقعد مع السلامة. وأما قطع الورقة، فالرجل كان ذكي حبتين، رجع لسيدنا أبو بكر قال له: والله لا أدري من الخليفة، أنت أم عمر، يمزق ورقتك؟ فسيدنا أبو بكر كان رجل نفسه راقية، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، نفوس راقية وقلوب عظيمة لا تعرف الغلة ولا الحقد ولا الحسد. فقال له: أنت بتقول إيه؟ قال له: بقول مين الخليفة، أنت ولا عمر؟ إزاي عمر يقطع ورقتك؟ قال له: أما إن سألت فإن عمر الخليفة لو أراد، لكنه أراد أن أكون أنا أثقل منه حملا. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجي نوع تاني: وفي الرقاب. مين اللي في الرقاب دول؟ الجماعة الزمان اللي هم العبيد، كان يروح يكاتب سواء كانت ذكر أو أنثى، تقول للسيد بتاعها: أنا هكتبك على مبلغ من المال، وليكن 1000 درهم 2000 درهم، سيبنا اشتغل اجيبهم لك ابقى حرة. فالاسلام علشان يمنع العبودية للبشر ويقضي على عبادة البشر وعلى سوء استخدام البشر وعلى تجارة البشر، وان تكون العبودية لرب البشر وان يكون الناس كلهم احرارا كما خلقهم الله، جعل لهؤلاء نصيب من الزكاة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل سهم والغارمين. مين الغارمين؟ الناس اللي هي دايما تقعد تدفع. تدفع في ايه؟ يقول لك: ايه المشكلة بينك وبين الشيخ فلان يا حاج فلان؟ يقول له: 1000 جنيه. يقول له: عندي بس اصطلح، والدم يقف وكل الكلام ده يقف. فده من جملة الغارمين اللي الاسلام قال ان احنا نديهم. والغارمين قالوا اهل الفضل اللي هم كانوا بيبذلوا مالهم في سبيل الله وبعدين افتقروا او ضاقت بهم السبل، فالاسلام جعل لهم نصيب من الزكاة. وبعدين ربنا فتحها بقى وقال: وفي سبيل الله. يعني ايه وفي سبيل الله؟ يعني وفي سبيل الله المساجد. يعني ايه وفي سبيل الله؟ يعني فتحت على مصراعيها. يعني كل طريق فيه خير ومنفعة ومصلحة للبلاد والعباد، مساجد، مستشفيات، دار أيتام، كل ده خلي بالك. وبعدين وابن السبيل. مين ابن السبيل؟ اللي هو انقطعت به السبل، حتى وإن كان غنيا، حتى وإن كان من أهل السلطة والجاه، لكنه صار يستحق الزكاة. طيب ينفع يا عم الشيخ أخلي كل أسهم الزكاة دي أو كل مال الزكاة ده في الفقير بس؟ لا، العلماء قالوا ان المفروض حضرتك تقسم مالك بتاع الزكاة على الـ8 أصناف دول. طب لما ملاقيش صنف ارحل للصنف اللي بعديه، لكن ما ينفعش ان انا اطلع كله للفقير بس ولا كله للمسكين بس. لا، المفروض ان انا اوزع المال وفي 8 أسهم اوجبهم الله سبحانه وتعالى. وختم ربنا الكلام فقال: فريضة من الله. يعني فريضة من الله؟ يعني يثاب فاعلها ويأثم ويعاقب تاركها. وخلي بالك، خلي بالك يا اللي بتمنع الزكاة واللي بتبخل بالزكاة، ان يوم القيامة ليك ثعبان كبير اقرع. خلي بالك مهمته هذا الثعبان يأتي يشدك في أرض المحشر، تقول له: أنت مين؟ يقول لك: أنا مالك اللي أنت كنسته، مالك اللي أنت بخلت به على عباد الله سبحانه وتعالى. خلي بالك إن ربنا مدح الناس اللي بتوقى شح نفسها، نعمة من نعم ربنا إن أنت تبقى راجل معطاء كريم. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خلي بالك سيدنا أبو بكر طلع جيش بأكمله ليحارب مانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. علشان كده اوعى
تمنع الزكاة، لأن ربنا قرن بين الصلاة والزكاة في القرآن الكريم. وزي ما سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إن في آيات في القرآن لا تقبل الأولى بدون الثانية، ومن جملة هذه الآيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المؤدين للزكاة، وأن يزيدنا من فضله، وأن ينعم علينا من خيره، حتى نزيد من مال الله لأهل الله ولعباد الله، وكيفما أمر الله وأمر رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.